اهلا بكم متابعين الاعزاء. سقوط سقف مبنى حكومي ونجاة موظفين ومراجعين من موت محقق. نجا موظفون ومراجعون لإدارة مرور الجهراء التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم من موت محقق في اللحظات الأخيرة قبيل سقوط سقف المبنى بشكل مفاجئ. وانهار سقف صالة المراجعين في المبنى بشكل كلي وسقط أرضا بعد لحظات من خروج المراجعين والموظفين من المبنى. وثق أحد الموظفين الحادثة بمقطع فيديو زي ما انت شفتوه عقب انهيار السقف وتحطمه ملحقا أضرارا مادية بالصالة. وقال موثق الفيديو انه أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية والحمد لله. وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى.